راوية الجريمة من الشرق بودكاست. يا هلا وسهلا، كيف تقتلين زوجك؟ بالمسدس، بالسكين، أم بالسم؟ لحظة، هذا ما هو بكلامنا في حلقة اليوم. كيف تقتلين زوجك هو عنوان مقال كتبته روائية وطبقته بعد سنوات على زوجها. اختارت قتله بالمسدس، يعني الخيار الأول اللي طرحته في مقالها. خلونا نعلمكم عن تفاصيل الواقعة حقت الروائية ذات 70 عام، وكيف رأى الناس أنها تنبأت ربما بجريمتها. كان زوج الروائية يعمل طاهي ومعلم في معهد لتعليم الطهي، وفي يوم من الأيام عثر رجال الشرطة على جثته في مطبخ المعهد، جثة هامدة جراء رمية برصاصتين. بعد البحث والتحري رصدت كاميرات المراقبة وجود زوجته في مكان الجريمة وقت وقوعها، لكن سلاح الجريمة كان مفقود. التحقيقات توصلت إلى أن الروائية اشترت سلاح طبق الأصل من النوع اللي أطلق الرصاص منه على الضحية. طبعاً أثناء دفاع الجانية عن نفسها ادعت أنها ما تتذكر بالضبط وش صار ساعة مقتل زوجها، ولا وين كانت، ولا أي شيء، وأنها ما تقدر تنفي إذا ما كانت هي بالفعل اللي رصدتها الكاميرات في مسرح الجريمة. هيئة المحلفين خذت لها يومين من المداولة، وتوصلوا إلى إدانة الروائية بالقتل من الدرجة الثانية. ليه؟ لأن الهيئة شافت أنها ارتكبت جريمتها طمعاً في الحصول على 1.5 مليون دولار. هذا المبلغ هو قيمة التأمين على حياة الزوج، لأن هي وزوجها كانوا غارقين في ديون ما لها أول ولا تالي. الحكم اللي قضت فيه المحكمة على الروائية كان السجن مدى الحياة. محاميها قال إنه راح يستأنف الحكم اللي يحمل في طياته إمكانية إخلاء سبيلها بشكل مشروط، ولكن بعد 25 عام. القضية اكتسبت زخم واسع في وسائل الإعلام المختلفة بسبب مقال كتبته الجانية قبل سنوات، مقال عن الجريمة بعنوان كيف تقتلين زوجك. قالت فيه إن الشيء الذي أعرفه عن القتل هو أنه كامن في دخيلة كل واحد منا، لا سيما عندما يمارس عليه ما يكفي من الضغوط، وذكرت طرق عدة لقتل الأزواج بالاستعانة بالمسدسات أو السكاكين أو السم أو حتى استئجار قاتل محترف لأداء المهمة، وذكرت أن الأماني وحدها لا تكفي لرؤية الأزواج ميتين. أما ختام مقالها فكان يشبه نهايتها، الجملة الأخيرة بالمقال قالت فيها فقط لو أن القتل الذي ننشد به الحرية لا ينتهي بنا في السجون. لكن النيابة لم تستند على المقال إطلاقاً في الإدانة، لأن المحققين لقوا لديها ما يكفي وأكثر من الدافع والوسيلة لقتل زوجها اللي قضت معه 26 عام من الزواج. بعد ما انتهت قصتنا اليوم نبي نتعرف على آرائكم ونطرح بعض الأسئلة. هل ترون بالفعل أن الشخص ممكن يتنبأ بمصيره بالحياة، خاصة بالنسبة للكتاب والروائيين والمبدعين في مجالات الكتابة المختلفة؟ في قصة اليوم كان الدافع مادي صرف، وهو الحصول على التأمين الخاص بالزوج الضحية، لكن هل تعتقدون أن الخلافات التي تدوب بين الأزواج تكون غالبيتها مادية؟ صراحة بنقول أن مجتمعاتنا الحمد لله من النادر أن تجد بها قصص من هذا النوع كقتل الأزواج، وإن وجدت فتكون حالات شاذة بالفعل. وفي النهاية لا تنسون لو مرت عليكم قصة مشابهة من قصة حلقتنا لليوم ياريت تشاركونا فيها، حتى يصبح هذا البودكاست أداة لنشر الوعي بين الناس وجعل المجتمع أكثر سلاماً وأمناً وأماناً. ننتظر تعليقاتكم وقصصكم، وألتقيكم الأسبوع المقبل مع قصة أخرى أكثر تشويقاً نكتسب منها العبرة. فمان الله.